بسم الله الرحمن الرحيم، رحب فيكم مشاهدينا الاعزاء، مشاهدين قناتكم قناة كويت سبورت وبرنامجكم برنامج كروسفيت. وياكم حسين السعد، واللي ان شاء الله من خلال هذا البرنامج اعلمكم شلون تطورون ادائكم في لعبة الكروسفيت، كذلك نزيد من البناء العضلي ونقلل من الدهون باذن الله ونزيد من صحتنا ان شاء الله. اليوم حلقتنا عبارة عن بارت A، بارت B وبارت C. قبل ما نبدا تماريننا احتاج منك انك تسخن. التسخين راح يكون عباره عن دقيقتين على البايك، بعدين دقيقتين على الرور، ودقيقتين على السكي. حاول انك لا تروح وايد سريع، فقط هذا تسخين. حاول انك تكون تروح بيس متوسط عشان يوصل الدم والاكسجين حق العضلات بشكل جيد، ويكون جسمك جاهز عشان تتمرن. بعد ما تخلص من الورم اب ممكن تسوي استرتشات لمده 3-4 دقائق، تسوي اطاله لبعض العضلات مثل عضلات الكتف وعضلات الحوض، لان تمريننا اليوم بارت A راح يكون عباره عن باك سكوات وبوش جيرك. خلونا نبدأ بالتمرين الأول واللي هو باك سكوات. أول شيء خلونا ناخذ بعض التعليمات علشان أدي تمرين سكوات بشكل جيد بدون أخطاء. أول شيء البار، استلام البار راح يكون على عضلة المثلثات، فراح يكون على عضلة المثلثات بالشكل هذا. ما نحاول إنه يكون وايد نازل تحت، فالبار ممكن يضيع مني. في بعض اللاعبين يلعبون لو بار، اللاعبين باور ليفتنج، فهما ينزلون شوي قدام يقدرون يتحكمون فيه بشكل جيد، لكن كلاعبين كروسفيت او بادي بيلدينج نحاول ان احنا نخلي البار على المثلثات بالضبط. ثاني شيء حاول انك تسكر لوح الكتف، يعني الكتف حاول تسكرهم على بعض بحيث انه يعطيك ثبات اكثر، وحاول كوعك ما يرتفع فوق، كوعك يكون نازل تحت. كذلك بالنسبه للحوض، حاول ان حوضك ما يكون يعني رايح لاف داخل ولا حتى يكون طالع برا، حاول انه يكون بالوسط ويكون متحكم بالحوض او مسكر الحوض بشكل جيد. اذا اول شيء استلام البار، ثاني شيء اتحكم بالحوض، اقفل الحوض من خلال اني اخذ اكسجين واسكر او اشد عضلات البطن. القدم ما نبي تكون وايد واسعه او حتى تكون وايد قريبه، فاخذ المستوى اللي انت مرتاح بالنسبه له. دائما لما تنزل سكوات يكون صدرك فوق، وحاول انك ما تطالع شيء تحت، حاول تطالع شيء للاعلى عشان دائما راسك يكون فوق. النزول راح يكون بشكل مستقيم وكذلك الصعود بشكل مستقيم. حاول تاخذ اكسجين تنزل. نزولنا تحت لازم ما افتح عضلات الحوض، لازم اكون مسكر عضلات الحوض، يعني لما انزل لهني بعدين اصعد، ما انزل بعدين افتش عضلاتي. اذا فتشيتهم او فتحت عضلات الحوض ورخيتهم راح يكون صعب اني ارد مره ثانيه اسكرهم واصعد فوق بالاوزان الثقيله. نشوف بعض اللاعبين يروح على المشط، فحاول انه لما يكون راسك فوق ومسكر الكور ما راح تروح على المشط، لان الوزن راح يكون مستوى القوه مباشره على مركز الجسم، فما راح يسحبك، حاول ما يسحبك قدام او حتى يسحبك للخلف. التمرين راح يكون عباره عن 3 عدات 75%، 3 عدات 80%، 3 عدات راح تكون 85%. فالوزن اول شيء سخن وزن خفيف لغايه ما توصل حق هذه الاوزان. نشوف التمرين مثل ما قلنا، اول شيء احاول اني اوازن ايدي بحيث انه ما اروح زاويه علشان لا يميل الوزن ويكون خطر اصابه بالنسبه لي. بعدين نستلم البار على المثلث، صدري راح يكون فوق، اخذ نفس مثل ما انتم شايفين، اخذ نفس واسكر كل عضلاتي تكون وايد تايت علشان ما اخسر الوزن. طبعا لما اخذ الوزن اروح خطوه واحده قدام، عشان سبحان الله في حال ان الوزن كان ثقيل ما اقدر ترفعه، في مجال اني اقط الوزن وراي او اقطه قدامي. فهذا تمرين الباك سكوات، وراح نلعبه 3 جولات او 3 عدات 75%، 3 عدات 80%، 3 عدات 85%. بعد ما انتهي واخلص من تمرين الباك سكوات راح العب البوش جيرك. تمرين البوش فيه له اكثر من حاله، الاولى اللي هي ميلتري بريس، واللي هي تكون الركبه مقفوله وادفع الوزن الى اعلى. الحاله الثانيه اللي هي البوش جيرك، واللي هي احاول انزل وادفع او اطلع الطاقه من القدم عشان ادفع بشكل مستقيم فوق. الحاله الثالثه اللي هي بوش جيرك، واللي هي
أحاول أني أنزل وأدفع وأستلم تحت بعدين أوقف. الحالة الرابعة اللي هي سبل الجيرك واللي هي أنزل بعدين أدفع الوزن فوق وأروح تحته أفتح رجولي أستلمه بعدين أسكرهم. فاليوم تمريننا راح يكون عبارة عن البوش جيرك، راح نسويه 3 عدات 75%، 3 عدات 80%، 3 عدات 85%. فأسخن لغاية ما أوصل هذه الأوزان بعدين أبدأ أحسب. الخطأ اللي أكثر اللاعبين يسوونه بالبوش جيرك هو أنه ينزل بهذه الطريقة بحيث أنه يكون صدره قدام. لا، حاول صدرك يكون فوق، لما تنزل افتح الركبة برا علشان لما تنزل نزولك يكون مستقيم، فالدفع يكون بشكل مستقيم عشان الوزن يكون فوقك. إذا كان الوزن قدامك لما يكون الوزن ثقيل راح يطيح. حاول تنزل تدفع بشكل مستقيم. فخلونا نشوف. طبعاً راح أزيد الوزن عشان ألعب 75 بعدين 80 بعدين 85% لغاية ما أخلص جولاتي. بشذا نكون خلصنا بارت A. أعزائي المشاهدين، بارت بي راح يكون عبارة عن أمراب 10 دقائق، راح يكون تمرين بسيط ولكن منتلي وايد قوي، فيحتاج مني تركيز ويحتاج مني أظل أستمر في نفس الرتم أو في نفس الرتم أو في نفس البيس. فالتمرين راح يكون عبارة عن أمراب 10 دقائق، راح أسوي 10 بيربيز تو تارجت. بيربيز تو تارجت هو أن أنزل بيربيز تحت بعدين أصعد وأنط وألامس التارجت. فراح يكون 10 بيربيز اوفر تو تارجت، بعدين راح اسوي دبل اندر 24. اذا كنت ما اعرف اسوي دبل اندر ممكن اسوي سنجل اندر ولكن دبل المسافه واللي هي راح تكون بدل 24 راح اسوي 50. اذا كنت حتى حبل ما اعرف اسوي حتى سنجل ما عندي فراح اسوي جمب جاكس بالطريقه هذه راح اسوي 50. فجهز ساعتك حطها على 10 دقائق، حاول تسوي أكثر جولات، يعني مثلا إذا خلصت الجولة الأولى بدقيقتين مثلا فحاول أنك تحافظ على نفس الوقت، حاول أنك الجولة الثانية تكون بدقيقتين، الجولة الثالثة بدقيقتين، حاول أنك تمسك نفس الوقت. أوكي، فخلونا نبدأ. بعدين راح نروح الجولة الثانية والثالثة لغاية ما يخلص عندي العشر دقائق. إذا قدرت تسوي من 5 إلى 7 جولات فأنت لياقتك جدا قوية إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، بارت سي راح يكون عبارة عن أمراب 10 دقائق كذلك. مثل ما قلت لكم حاول أنك لا تروح سريع، أخذ راحة بعد بارت بي تقريبا من 3 إلى 5 دقائق، اشرب ماي، إذا كان عندك إلكترولايت، إذا كان عندك كارب أخذ كارب عشان يعيد النشاط في جسمك. بعد ذلك راح يكون تمرين عبارة عن راح أسوي 12 كالوري على السكي وبعدين راح أسوي 12 شولدر تو أوفر هيد. فأنت مخير بتسوي ميليتري، بتسوي بوش بريس، بتسوي بوش جيرك او حتى سبلت جيرك، فانت مخير. اللي اسهل لك طبعا سووا، انا اعتقد ان في هذه الحاله ممكن يكون البوش جيرك هو
أسهل شيء وأسرع شيء، لأنه راح يكون 12. بالنسبة للوزن، حاول تحط وزن بحدود 60-70% من الماكس مالك في البوش جيرك. لا تروح سريع، حاول أنك تخلص هذا التمرين خلال، ممكن تسوي 8 جولات خلال 10 دقائق، راح يكون لياقتك ممتازة. جهز ساعتك، يلا خلنا نبدأ. أعزائي المشاهدين، أتمنى تماريننا اليوم عجبتكم. أتمنى أنك قدرت توصل بالنسبة حق تمرين بي وسي بحدود 7-8 جولات، وإن شاء الله التمارين القادمة راح تعجبكم كذلك، فتابعونا في الحلقات القادمة بإذن الله.